ونحن مكملين بباقي مساحاتنا الصباحية ونسمع بنقول دائما واثق الخطوة يمشي ملكا. قديه اليوم الثقة مهمة بحياتنا وبشخصيتنا، قديه هي صفة إذا رافقتنا بحياتنا حتكون من أهم الأساسات بنجاحنا بأي مشروع بأي عمل بأي مجال دراسي. والعكس صحيح، وقت اللي بيكون حدا ما عنده ثقة بحاله، حدا مهزوز من الداخل، فهذا هو من أهم عوامل الفشل. اليوم كيف بننمي هي الثقة؟ ومن هن الأشخاص اللي بيدعمونا وبيعطونا هي الثقة لنقدر تكون جواز سفر من خلال نقدر ننجح ونعمر والناس تحكي بأسمائنا بإنجازاتنا وبنجاحنا. ومثل ما قلنا اليوم يمكن الأهل هنن الداعم الأول والحجر الأساسي الأول بتنمية هي الصفة عند الشخص، وهنن أيضا الهادم الأول بانتزاع من الشخص نفسه. اليوم لنحكي عن مفهوم الثقة، قد هي مهمة بحياتنا وقد مفروض نحن نشتغل عليها ونبعد عن كل المحيطين السلبيين كرمال ننجح بحياتنا. أكيد معلومات حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي مدربة التنمية الذاتية حلاء الشيخ. يسعد صباحك يا حلاء. صباحك يا رب. كيفك؟ تمام رباح. صباح الخير. صباحك يا رب. يعني تمام. اليوم عم نحكي على موضوع كتير أوقات بينفهم غلط، كمان ناس كتير ممكن ما تقدر تفرق بين الثقة بالنفس والغرور أو الغطرسة. فكتير أوقات منشوف حدا واثق من نفسه زيادة عن اللزوم، مفتخر بإنجازاته بشخصيته بالمكان يلي وصل له، فبعض الناس ممكن تشوفه هذا إنسان مغرور ومتغطرس أو مكروه حتى نوعا ما، بس هذا الشخص هو مجرد حدا واثق من نفسه. خلينا نوضح مفهوم الثقة بالنفس مشان ما نخربط فيها. مثل ما حكيتوا حضرتكم، الثقة بالنفس هي مفتاح النجاح اليوم بحياتنا، وهي صفة كتير مهمة ومن صفات الشخصية الناجحة اليوم أنه يكون عندها ثقة بنفسها. مفهوم الثقة بالنفس هو حالة داخلية أو شعور، خلينا نقول، بيخلي الشخص يشعر بأهميته وبقيمته، شخص بيحترم ذاته وبيقدره، شخص بيآمن بنفسه، شخص عنده معرفة بقدراته وإمكانياته، شخص واعي لنقاط قوته، واعي لنقاط ضعفه، يعرف وين يستثمر نقاط قوته، بيعرف كيف يتقبل نقاط ضعفه ويسعى أنه يطورها. كل هالقصص طبعاً بتجتمع لحتى يقدر الشخص اليوم يواجه أمور الحياة. ونحن بنعرف طريق النجاح طريق ما هو سهل، في مطبات، في تحديات، فالثقة بالنفس بتمكنني كيف اتغلب على هي التحديات. طيب وقت بنقول ثقة بالنفس أو صفات الثقة بتكون ظاهرة على الإنسان، مثل ما حكينا أحيانا تكره الشخص بتقول كتير مغرور، صح، يعني هي بتنفهم القصة غلط يعني. في صفات اليوم نقدر من خلالها نحن ما نخلط بين الغرور وبين الثقة، يعني نحن نقول فلان شخصية واثقة من نفسها كتير. تمام. اي اكيد هلا في اشخاص بيدعوا الثقه بالنفس، وهي اكيد دغري بتظهر، يعني هدول الاشخاص اللي عندهم غرور عالي بيقولوا بوصلوا لداء العظمه، يعني هون هذا الشخص بيبين من نفور الاخرين حواليه، كثير بيكون متكبر متعجرف متعالي على الاخرين، ما بيقدر مشاعر الاخرين، بيكون هجومي واندفاعي جدا ضد النقد، شخص ما بيتعلم من اخطائه، شخص بيفكر حاله انه وصل للكمال. واليوم نحن بشر نسعى انه نحن نوصل للكمال ولا للمثاليه، يعني نحن بالنهايه بشر، بنغلط بنوقع بس بنرجع بنقوم. صفات الشخص الواثق بنفسه هو الشخص اللي بيحب نفسه، حب النفس مو الانانيه، حب النفس اني انا اعرف كيف ادعم نفسي، كيف اني اتعاطف معه، كيف شجعه، كيف حفزه. الشخص اللي بيغلط وبيتعلم من اخطائه وبيرجع بيقوم وبكفي مسيره الحياه، بيعرف انه هي الاخطاء هي درجات رح توصلوا لأهداف، وشخص عنده أهداف واعي إلها وبيسعى أنه يحققها، شخص بيتقبل للنقد الإيجابي طبعاً، لأنه في أشخاص اليوم بيحبطونا وبيكسرونا بحجة أنه عم ينتقدونا، فهذا اسمه نقد سلبي، فمو معقول وقديش اليوم موجودين، يعني فمو معقول الشخص اللي عم يتعب على نفسه لحتى يطور ثقته بنفسه ويحافظ عليها يجي يمرق هي القصص بحجة أنه هو نقد سلبي. لا، هو معنه نقد، أنا لما رح أوصل لمطرح ما رح أسمح لحدا أنه ينتقدني. شخص الواثق بنفسه بيعرف حاله شو هو لوين وصل، منفتح الأحاديث، مغامر، مستعد لخوض تجارب جديدة، ممكن بيجي الخوف بس ما بيحبطه أو بيوقفه، لا بيعالج الخوف وبيكمل. هي كمان مثل ما بيقولوا القوة هي ليست غياب الخوف ولكن القدرة على تخطيه. تماما. خلينا نستذكر هدول الأشخاص اللي حكيتي عنهم، ممكن يكونوا بينتقدونا بشكل سلبي على طول، هدفهم أنه يحطموا من معنوياتنا، يحدوا من إنجازاتنا. هدول الأشخاص يمكن أكيد ما عندهم ثقة
ثقه بنفسهم. عندهم ثقه بالنفس معدومه، ما بدنا نقول شبه معدومه. ننتقل للاسباب، شو الاسباب طيب يلي انخلقت عند هدول الاشخاص لحتى طلعوا معدومي الثقه بالنفس؟ تمام. هلا اليوم ما في نتيجه بلا سبب. يعني قبل ما في الم بدون جرح، اول شيء الانسان بينجرح بعدين بيتالم. من اسباب انعدام الثقه بالنفس ما فيني اقول انه ما حدا عنده، يعني ما حدا ما عنده ثقه بالنفس. كلياتنا اليوم بمطارح معينه بيكون عندنا ثقه بالنفس، بس هي باختلاف الخبره يمكن، او انا تجربتي وممارستي لهذا الشيء. يعني في اوقات اشخاص عندهم ثقه بالنفس بالكتابه نتيجه ممارستهم وخبرتهم لهذا الشيء، في اشخاص لا ما عندهم نتيجه عدم ممارستهم. الثقه بالنفس اول سبب، لنرجع نحن للجذر، هي كيف يعني افتقاد، هي كانت موجوده وفقدت على الطريق. كيف يعني؟ يعني الاطفال اليوم الصغار نراقبيهم، انت يكون عندهم ثقه بالنفس كثير كثير واضحه، بس لما بتجي بقى بتبلش التعليمات والاوامر وعيب وما صحيح. بصير وغلط ولا، وبخاف بحجه بخاف عليك وما بصير ولا، وانا امك واسمع كلمتي، بتبلش تهتز بتبلش تضعف. فكتير في اسباب، اول شيء التربيه، الاهل اليوم بيخافوا على اولادهم كثير وبيحدوا من تجربتهم بالحياه بحجه انه بيخافوا عليهم، هذا الشيء كثير غلط. ثاني شغلي النقد والمقارنه السلبيه مع الاخرين، جدا تضعف الثقه بالنفس. التشكيك بقدراته، لا انت ما بتعرف، انا اعرف منك، لا انت ما بتعرف تساوي شيء، انا امكن، انا امك بعرف اكثر منك. على الكبار نفس الشيء، وحتى على الكبار، هي ما عم اقول لك، هي بتبلش من جذر الطفوله. فالشخص لما بيجي اليوم، نحن نعرف السبع سنين الاولى هي بتشكل شخصيتنا. فانا لما بدي عشت السبع سنين بين مقارنه وهدم ذاتي وتشكيك بقدراتي، ما بحس حالي اني لي اهميه، ماني مسموع، دائما مكبوت، مشاعري دائما مكبوته، رح يؤدي انه انا ما رح يكون عندي ثقه بنفسي. يعني هي هون النتيجة بقى بتجي. طيب هدول الأشخاص اللي مرقوا بتجارب، ودائما نحن بنقول بكل الفقرات الاجتماعية انه دائما الأهل هنن قادرين ينجحوا هذا الطفل وقادرين يفشلوا بالحياة، اليوم في مفاتيح يعني. حتى اليوم في أطفال طلعوا مهزوزين، أشخاص طلعوا مهزوزين، ولكن اليوم العلم موفر طبعا كل المفاتيح لحتى تقدري تفتحي بواب الحياة وتمشي. خلينا نحكي عن مفاتيح اليوم الأشخاص اللي عندهم، خلينا نقول مهزوزين بثقتهم، كيف قادرين احنا اليوم نرجع من اول وجديد نرجع هي الثقه؟ تمام. مثل ما قلنا، اول شيء دائما الوعي بالمشكله هو نصف الحل. يعني الشخص لما اليوم رح يكتشف انه هو كثير انطوائي وما عنده قدره انه يعمل علاقات اجتماعيه، دائما تجنبه وانسحابي، او بيكتشف انه كثير حساس للنقد وكثير عنده ارضاء مفرط للاخرين، لراي الاخرين، وبيحس انه قيمته باراء الاخرين، هون الشخص بيكتشف انه ما عنده ثقه بالنفس. لما هو اكتشف هذا الشيء، اذا كان واعي بصير يبحث عن حلول. اول شيء انت اليوم ما فيكي توثقي بشخص ما تعرفي بالحياه، صح؟ بدي يكون بعرفه للشخص، في عشره بيناتنا وبعرفه كثير منيح لحتى اوثق فيه. نفس الشيء مع حالي، بدي يكون اعرف حالي، اعرف قدراتي، اعرف شو مشاكلي، شو نقاط ضعفي، كيف بدي اعالجها، كيف بدي اشتغل عليها. ثاني بعد المعرفه بتجي حب النفس، انه انا لازم يكون عندي قدر عالي من الحب لنفسي. نحن اهم شيء الرعايه الذاتيه هي حجر الاساس اليوم. ما بدي انطر من الاخرين يهتموا فيني ويحبوني، انا اللي لازم احب نفسي. واهم شيء لازم يكون عندي قدره اني اتعلم وخوض تجارب جديده. لازم يكون عندي، اذا انا ما بعرف سجل كورسات بروح بحضر دورات. المهم انه الانسان ما يوقف ساكن، يتحرك ويسعى لحتى يطور ويزيد ثقته بنفسه. طيب خلينا نحكي عن الاشخاص اللي على كبر ممكن يصير عندهم انعدام ثقه او انهزت ثقتهم بنفسهم نتيجه تعرضهم لظروف عائليه عاطفيه او حتى بالشغل. ممكن هي الظروف كلها تاثر على نفسيه الشخص وشبه انه خلص انا ما خسرت او فشلت بشيء. فكر الشخص هون انه انا خلص ما بقى عندي ثقه بنفسي اعمل اي شيء او اي مجال بالحياه. كيف فينا ننصح هدول الاشخاص انه لا لازم يستمروا ويتقبلوا بانه الفشل هي بس درجه من درجات وصولهم للنجاح. الشخص الواثق بنفسه بيفشل بس بيتعلم من فشله، بيعرف انه الفشل هو اول خطوه من خطوات النجاح. بالعكس انا لما فشلت صرت بعرف طريقه ثانيه رح ساويها بحيث ما ارجع افشل مره ثانيه. اليوم في اشخاص بيفقدوا ثقتهم بنفسهم، صح مثل ما قلتي، نتيجه تجربه فاشله، نتيجه علاقه عاطفيه فاشله. انا هون ما لازم اني ركز على هي التجربه واعتبر انه حياتي وقفت عندها. انا بتعلم من هي التجربه، شوف شو الشيء اللي كان ناقصني، شو الشيء اللي اضافت لي اياه، شو الشيء اللي بخليه يرجع يزيد ثقتي بنفسي. اكيد طبيعي مر بمشاعر حزن، بمشاعر احباط، بدي اتقبل هي المشاعر، بدي اعرف اتعامل معها واوظفها لصالحي، مو هي تتحكم فيني، انا اتحكم فيها وحاول اتجاوز التجربه باقل الخسائر واحمل الدرس وكفي يعني. وخلف لا استطيع لا اريد، فكل شخص بده بلا في يكمل وبيقدر ان شاء الله. الظروف تخلينا نستطيع ونريد، اكيد الاراده اقوى. هلا دائما خلينا نروح للسلبي والايجابي، اي شيء بحياتنا واي تجربه بنمرق فيها بنتعلم منها يعني، وبنعرف قد ما كانت ايجابيه هي الى سلبيه.
الثقة بالنفس ممكن تصل لمرحلة أو تصل فيها لمستوى كتير عالي شعورك خليك أنت اليوم قادرة تعمل كل شيء، ولكن بجوز الوقائع أو خلينا نقول الظروف ما بتسمح لك تعمل شيء. تهور أحيانا كتر الثقة عم يخلينا نروح للتهور. صح. اليوم شو هي أخطر مستويات الثقة بالنفس؟ يعني شو هي أكثر سلبياتها؟ أخطر مستويات الثقة بالنفس هي حالة الغرور، بتخليني غيب عن الواقع وصير وهمي وخيالي بتطلعاتي وأهدافي، اللي نحن ما فينا ننكر الواقع اللي عايشين فيه. هاي الفكرة. فأهم يعني خطوة بدي يكون عندي مرونة، بحيث أني أتعامل مع الواقع، بحيث أني أنا أحقق أهدافي بدون ما يكون معيق إلي. لا، باخده هو درج من درجات وصولي لتحقيق أهدافي. اليوم الشخص اللي عنده أهداف هو شخص عايش، الشخص اللي ما عنده أهداف هو شخص نايم أو ميت. طب إمتى البني آدم بيصل لهي المرحلة إنه أنا هاي ثقتي دمرتني؟ ثقتي دمرتني لما بكون أنا منفصلة عن الواقع، وهي الحقيقة. ما في شيء اسمه ثقتي دمرتني، هي ادعاء الثقة وليست الثقة، لأنه الثقة الحقيقية بتعطيك الشعور بالاطمئنان والراحة والسلام الداخلي. أنا حكيت بالتعريف الشخص الواثق بنفسه شخص مدرك لقيمته، ما بيستمد قيمته من الآخرين ولا من الأهداف. ولكن أحيانا هاي الثقة ممكن تخذلك أو تخونك الظروف المحيطة، ولكن دائما وقت أنت بتوصل للشعور أنه أنا قادرة أنا قادرة أنا قادرة، والمحيطين عم يدعموك أنه أنت قادرة، ظروفك اليوم عم تقلك لا احنا هون للتهور. ليكي دائما يعني انا بامن انه الظروف قد ما اشتدت قد ما بيكون الاختبار صعب. يعني دائما عن جد لما بتنوجد الاراده وبينوجد الهدف انه انا واضح بدي اوصل رح اوصل، ممكن هي تيجي بس اختبارات، ممكن هي عم تدفعني لحتى انا اكون مستعده للمرحله اللي انا فايته عليها. المرحله اللي انا فايته عليها ممكن يكون بدها كثير ثقه بالنفس وقوه شخصيه. فانا بمر بتجارب بتآلمني بتضعفني، بس هي لحتى توصلني وانا اكون قدرانه كيف قود المكان اللي انا رح اوصل له. خلينا نحكي على نقطه مهمه يمكن بتدخل بالموضوع اللي حكيته رشا، الثقة الزايدة. أنا ضماني لهذا الشخص أو ضماني لهذا الموضوع أو أنه أنا ضامنة هاي الحالة اللي أنا عايشة فيها واللي حوالي، أنه لا مستحيل هذا الشخص يخوني، لا مستحيل أصلاً أخسر شغلي. هذا ضمان. ممكن هون نقول عن الثقة دمرت. ايه هون ايه صح، هون اصلا ما اسمها ثقة، لانه بالحقيقة ما فيني احط ضمانات على حدا. اليوم كل شيء بالحياة متغير، والنفس البشرية متقلبة يعني ومتغيرة. يعني الضمان متعلق بالثقة، مو قصة متعلق بالثقة. انا لازم احط انه هذا بشر لازم اتوقع منه كل شيء. اوقات نحن اليوم ثقتنا العالية بالاخرين تعمل توقعات عالية، فانا لما بيعمل الشخص موقف كثير صغير بقول اوه لا كثير انصدمت. هي انا بالنفس، هي ليك انا لازم يكون عندي ثقة، بس انا انسانة واعية لازم يكون عندي حيطة وحذر. اوقات نحن اليوم تجينا كثير اشارات، نحن ما نوثق بالاشخاص، بس نحن حبنا وعاطفتنا بتخلينا نغيب هالقصص ولا نوثق. امتى بنصحى؟ لما بناكل الكف القاسي اللي بيدمرنا عن جد. هون بقول انه ثقتي بالشخص دمرت. ليش؟ لأني أنا وثقت ثقة هي ما أنا واعية. ثقة الكتير عالية بالأشخاص هي ثقة غير واعية. طيب ما ممكن تكوني أنت بس واثقة بنفسك ما أنك واثقة بالشخص؟ أنا لما بدي أوثق بنفسي هذا الشيء بيمكنني حتى لما الشخص رح يعمل شيء يصدمني أو يخزلني، أنا رح أكون بعرف قيمتي مدركة إلى، وبعرف أنه هو اللي خسرني مو أنا خسرته، فبتجاوز هي التجربة. خلينا نقول بأقل وقت بحزن طبيعي إحزان أو إدايا، لأنه بالنهاية نحن يعني في مشاعر جواتنا. شخص كنت بحبه وأنا واثقة فيه، بس بتقبل هاي المشاعر، بتعامل معه بحرية وبكمل، ما بحس إنه حياتي وقفت عند هذا الشخص. بعرف درجة استحقاقي تماماً، مدركة لقيمتي. أهم شيء قيمتي مو بالأشخاص ولا بالأشياء. هلا خلينا نركز على ضوء على موضوع الفقرة اللي هو الثقة وتأثيرها على مستقبل الإنسان. اليوم بكلتا الحالتين يعني بالسلبي والإيجابي، يعني إذا بدنا نلخص اليوم هيك عناوين يعني أو نعطي نصائح لكل شخص اليوم كيف قادر يوجهها بالشكل الصح ما توصل للغرور وما نضطر ناكل الكف مرة اثنين ما وصفتي. حتى لو ضل عنا ثقتنا ثقة بحنا، ولكن نحن مهزوزين، نحن في صدمات أثرت علينا. يمكن أنا أبتسم وفرجيك إنه أنا اليوم حالي، ولكن انا حدا هش من جوا. يعني اليوم نحن بدنا نحاول نبعد اكثر عن هدول القصص يعني. تمام. فشو نصائح اليوم من خلال تجربتك؟ اول نصيحه، الشخص بده يحب حاله. الشخص الواثق بنفسه اول شغله لازم يكون بحب حاله. الشخص اللي ما بحب حاله ما راح يعرف يحب الاخرين ولا راح يعرف يقدم لهم الحب. ثاني شغله وهي كثير اساسيه، تحدي الخوف. الخوف هو جزء طبيعي، هو شعور فطري وطبيعي. ما بخليه يعيقني مشان أنا أشتغل أهدافي أو أروح أني أتعلم إشياء جديدة أو أني أطلع من منطقة الراحة اللي أنا سيطرت عليه. لا، أنا هون شو بعمل؟ بعالج هذا الخوف، بخليه على جنب وبستمر بتعلم، بطور قدراتي، بطور مهاراتي، بعرف وين عندي ثغرات بروح بسعى أني طورها. شخص الواثق بالنفس هو أكيد عنده نقاط ضعف، بس هو ما أنا مركز عليها، هو عم يحاول أنه يطورها ويحسنها بحيث ما تعيقه عن تحقيق أهدافه. خوض تجارب جديدة،
ابتعاد عن الأصدقاء السلبيين والمحيط السلبي. إحنا نعرف لما الإنسان اليوم بحاجة حدا يدعمه، الإنسان كائن اجتماعي ما في عيش بلا البشر، فتخيلي كل المحيط يكون سلبي قديش بيأثر عليه اليوم. وأهم شيء كمان يكون عندي احترام لذاتي، عندي خطة، عندي أهداف. قلت لك الشخص بلا أهداف هو شخص فارغ يعني، وحسب بقى كل شخص يعني التجارب اللي بتعلمه. ماشي على مبدأ إنه إذا كنت ما أنك قدران تقاوم، أعمل حالك عم تقاوم، مهم إنه ما تستسلم. هي أهم شيء، هي أهم نقطة أصلاً. قديش بهذا الوضع عم نعمل حالنا جداً عم نقاوم. إن شاء الله يا رب. كثير كثير انبسطنا بالحديث معك، وبنشكر وجودك معنا، وإن شاء الله هيك على طول الثقة بالنفس والراحة، وأهم شيء ما تأذي الآخرين. الثقة أكيد نتشكرك. شكراً يا حلا لصباحك لليوم، ودائماً هيك يخلوا الثقة الأولى هي برب العالمين. يمكن اليوم هو الشخص، ممكن أكيد رب العالمين قادر ينجحنا بحياتنا حسب نوايانا، ونبتعد عن العلاقات السامة. اليوم ما ضل عندك وقت لهدول الناس أصلاً، لا يعني خلينا بأهدافنا أحسن. شكراً لك حلا. شكراً لك، أهلا وسهلا.